السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذه الدروس التي ستكون في الامتحان الموحد الإقليمي لدورة يونيو 2021، إذن هذا خاص بالتربية الإسلامية. إذن كما تلاحظون سورة الملك، المرسلات، القلم، إضافة إلى بقية الدروس، فرائض الصيام إلى غير ذلك. إذن هذه هم الدروس التي ستكون إن شاء الله في الامتحان الإقليمي. بالنسبة لدروس اللغة العربية نفس الشيء، إذا الصرف والتحويل، التراكيب، الإملاء والتعبير الكتابي. هنا التعبير الكتابي ركزوا على كتابة رسالة شخصية، كتابة طلب، كتابة حوار أو كتابة مقال. إذا يمكنك أن تكتب ثم كتابة قصة واقعية. إذا يمكنك أن تتمرن على كتابة هذه المواضيع أو قصة متخيلة. إذا يمكنك التمرن على كتابة هذه المواضيع حتى يسهل عليك الأمر في الامتحان ولا تضيع الوقت كثيرا. يعني تمرن على كتابة قصة متخيلة، قصة واقعية، مقال إلى غير ذلك. ثم بالنسبة للغة الفرنسية، دونك الكومبريونسيون دو ليكري، دونك لو تيكست غيكون إما في الفواياج سوفونير، السفر، ولا لا سونتي، ولا لونفيرونمون يعني البيئة. كونجيغيزون غيكون عندنا لي فيرب أو لي طون، كاين لو بريزون دو لانديكاتيف، الباسي كومبوزي، لامبارفي، الفيتور دو لانديكاتيف، والكونديسيونيل بريزون. دونك هادو هما لي طون لي غادي يكونوا في الامتحان إن شاء الله. غرامير غيكون الجروب نومينال سوجي، الجروب فيربال، لادجيكتيف كاليفيكاتيف، لي بيتيت و لاتريبي، وكاين كومبليمون دوبجي ديريكت و انديريكت. كاين لا كوز ديما باسكو ولا كار الى غير ذلك. ليكسيك، دونك هنايا نفس الشيء، لي زونتونيم، سينونيم، الليكسيك المتعلق بالمواضيع اللي شفنا. لورتوغراف، كاين لي مو انفاريابل، لي زومونيم الى غير ذلك، ولا الى اخر لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف الى غير ذلك. بالنسبه للبرودكسيون دو ليكري، دونك غيكون عندنا اتمام ديال شي تيكست بالكلمات الناقصه، وكتابه تكست اما ناراتيف واما ديسكريبتيف، يعني الحكي تحكي على شي حاجه، او ديسكريبتيف يعني الوصف، تصف شيئا معين. اذا الى هنا، شكرا على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.